يترددون على مكاتب السلطات المحلية للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة أو لنقل قيدهم من جماعة إلى أخرى، كما هو الحال هنا بالملحقة الإدارية التاسعة بمدينة طنجة، حيث تم فتح مكتب لهذه الغاية موضوع رهن إشارة المواطنين. بالنسبة للفكرة، يعني الانسان ملي كيوصل لواحد السن يعني كيفكر بعقله، يعني قدرتي تكون عندك واحد الفكره باغي توصل، يعني توصل الصوت ديالك. من هاد المناسبه جاتني فكره من بالي مع مجموعه من الاصدقاء، جينا هنا نتسجلوا نعبر على الراي ديالنا. بصراحه هذه المره الثانيه اللي كانت تسجل في اللوائح الانتخابيه، وجيت اليوم باش نعاود نتسجل في اللوائح الانتخابيه باش الانتخابات المقبله ان شاء الله يمكن لي نعبر للصوت ديالي ولا الراي ديالي والحق ديالي في التصويت وفي التغيير اللي كنشوفو انا ملائم للبلاد ديالنا. وتعتبر عملية المراجعة هذه للوائح الانتخابية محطة تمهيدية مهمة في مسلسل الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة كأول استحقاق انتخابي في ظل الدستور الجديد وفي إطار الجهوية الموسعة. وتنشجلوا خصوصا الأشخاص اللي لأول مرة يكملوا 18 سنة وما فوق، اللي يتسجلوا أول مرة في اللوائح الانتخابية العامة، واللي عاد وصلوا 18 عام 20 مارس، يعني يوصلوا 20 مارس سجلوه. عملية تشهد إقبالا كبيرا من لدن الشباب المغربي الذي يتشبث بحقه في الإدلاء بصوته ويؤمن بقدرته على المساهمة البناءة في التغيير نحو مستقبل أفضل.